تعالوا نكمل بقى بسرعة كده النهاردة. امبارح كنا اتكلمنا بشكل مبسط وسريع جدا عن اول حاجة، عملنا بيزك انستليشن، وفي الانستليشن ده قلت لك في كمية حاجات. يعني الانستليشن ده في ممكن تعمل منه ادفانسد انستليشن، ممكن تكستمايز الانستليشن زي ما انت عايز. وقلت لك هشرح بالتفصيل الممل تقريبا كل حاجة في الانستليشن ده مرة تانية. انا كان كل هدفي بس امبارح ان يكون عندك ايه سيستم اب اند راننج عشان نقدر نجرب عليه، تمام. عملنا انستول، بيزك انستول بكل بساطه لو قدرنا نوصفه يعني. وبدانا نجرب مجموعه كومنتس بسيطه جدا واحنا شغالين. طيب النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هنبدا بقى نتكلم على الكوماند لاين. يعني بدايتنا النهارده فعلا، اعتبر النهارده هي البدايه الحقيقيه لاول معرفتك بالكوماند لاين على اللينكس، تمام. طيب ممتاز جدا. لو انت فاكر امبارح انا قلت لك من اول الكورس لحد اخر التراك الثاني مش هتشوف اي جرافيكال يوزر انترفيس، هيبقى كل شغلك مع كوماند لاين انترفيس فقط، وده اللي هنعمله النهارده. لو فاكر امبارح انا قلت لك في عندي تيرمينال كده انا بحب اتعامل معاه شخصيا، يعني التيرمينال ده كان اسمه موبا اكسترم اهون. هكونكت على المكنه بتاع امبارح على ما افتكر كان الاي بتاعها 101 104، لسه واخد الاي بي من امبارح وما فيش اي مشاكل خالص على المكنه دي. تعالى كده، قلت لك لو انت فاكر امبارح لما كنت بقول لك عايز اعمل سويتش يوزر من يوزر لروت، او من روت ليوزر عادي، او من يوزر ليوزر، كنت بستخدم بس الامر اللي اسمه اس يو. هرجع له كمان مره، او هرجع له مره تانية ان شاء الله كمان كام يوم كده بالتفصيل الممل بتاعه، وهكلمك عن سودو وازاي دي صلاحيات لمستخدم تاني. بس خلينا دلوقتي انا عايز اسويتش ما بين يوزر ويوزر تاني، هتعامل بالامر اللي اسمه اس يو كده. خليك فاكر من امبارح لو قلت لك لو عندك صلاحيات اقل وعايز تاخد صلاحيات حد تاني اعلى، فكان لازم يسالك عن باسورد. لو انت يوزر عادي وبتعمل سويتش ليوزر عادي برضو هيسالك على باسورد. لو انت روت وعايز تسويتش ليوزر عادي مش هيسالك على باسورد، خليك فاكر الحكايه دي. طيب تعالى كده، عايزين كده نتكلم النهارده على السكاجوال بتاعنا. السكاجوال بتاعنا النهارده يبقى بسيط جدا. اول حاجه تعالى نتكلم على شويه اوامر شغاله معانا واحنا بنجرب كده في الاول وبنتعرف كده على سيستم. تعالى نتكلم على شويه اوامر. امبارح قلت لك على شويه اوامر بسيطه جدا لو انت تفتكر كويس، كان اول واحد فيهم ديت. فاكر قلت لك ديت ده كان بيعمل ايه؟ كان كل هدفه في الحياه ان هو يعرض التاريخ بس. كان في عندك امر زي كال، كال ده كان بيعرض لك النتيجه، وفاكر اديتك اكزامبلز عليه كده، قلت لك كده كال واديته السنه بيعرض لك السنه على بعضها. لو قلت له كده كال واديته شهر معين في السنه، وليكن انا عايز شهر 2 2017 اهون، تمام كده. طيب ممتاز جدا. كان في عندك كمان امر بسيط جدا اسمه ايجكت، وايجكت ده بيطلع لو انت عندك اسطوانه، لو عندك فيزيكال ماشين يعني، او حتى فيرتشوال ماشين وعندك اسطوانه جوه الجهاز وعايز تطلع الاسطوانه دي بره، لو عندك فيزيكال ماشين اوتوماتيك ايه اللي هيحصل؟ هيطلع التري او هيطلع الباب بتاع السي دي روم دي بالاسطوانه بره عشان تاخدها تشيلها يعني. فقلت له ايجكت كده خلاص. طيب لو كان عندك الباب اصلا موجود فيه اسطوانه وعايز تدخله جوه تاني، ممكن تستخدم ايجكت داش تي. واجكت داش تي ده عايز اقول لك على تريكه بس صغيره موجوده فيه. لو اللاب او لو انت حاطط اسطوانه في التري او في الباب بتاع اللاب، ماشي، اللابتوب التري بتاعه ضغط مش ميكانيكال، يعني مفيش موتور بيسحب الباب لجوه، فما تتوقعش ان اجكت داش تي هيشتغل مع لابتوب، هيشتغل بس مع ديسكتوب، لان الدي في دي روم او السي دي روم او سي دي رايتر بتاعتك في الديسكتوب بيكون فيها ممكن تقول زي محرك بسيط كده بيحركها يمين وشمال، او اسف بيدخلها لجوه وبيطلعها لبره، مش كده؟ طيب كلام جميل. طيب اخليك فاكر ايجكت بيطلع الاسطوانه بره، ايجكت داش تي او بيطلع الباب، بيفتح الباب بتاع الاسطوانات، ايجكت داش تي بيدخلها مره ثانيه. ايه ثاني يا سيدي؟ عندك امر مهم جدا اسمه ال اس. ال اس ده يعني بعرض لك الملفات اللي موجوده. فلو بصيت كده كويس انا عندي ملفين بس موجودين اهون، عندي ملف اسمه اناكوندا داش كي اس دوت سي اف جي، وعندي ملف اسمه انيشال سيت اب داش كي اس دوت سي اف جي. بالمناسبه الملفات دي
الملفات دي لو سالتني جت منين، لا دي اوتوماتيك بتتكريت ساعه الانستوليشن بس، لا اكتر ولا اقل. خلاص ده اوتوماتيك بتتكريت ساعه الانستوليشن، ماشي. طيب تعال بقى كده نتكلم بقى على اليوزر النهارده الى حد ما بشكل موسع كده. تعالى كده نفتح الوورد. طيب بص يا سيدي، اتكلمنا امبارح عن اليوزرز وقلنا ان اليوزرز عندنا في منهم نوعين. تعالى نتكلم كده النهارده اليوزرز. انا كلمتك امبارح وقلت لك ان اول يوزر عندك هو الروت، وده عباره عن سوبر يوزر، واليوزر اي دي بتاع الروت كانت دايما دايما هتلاقيها صفر. بعد كده قلت لك ان في عندك يوزرز عاديين خالص اللي هم النورمال يوزرز، وقلت لك ان اليو اي دي او اليوزر اي دي بتاعهم او الرقم بتاع اليوزرز دول بيبدا من كام؟ ها من 1000. خلاص يعني اول يوزر بتكريته بياخد اليوزر اي دي او بياخد رقم اليوزر رقم 1000، تاني يوزر بتكريته بيبقى 1001، تالت يوزر 1002 وهكذا. طيب الارقام ما بين 0 و1000 دول محجوزه بس كده، او ممكن تقول ان القيم ما بينهم ماشي ده محجوز لمين؟ ها للسيستم يوزرز. وايه حكايه السيستم يوزرز دول؟ بكل بساطه السيستم يوزرز او سميها السيرفيسز يوزرز لو انت شغال ويندوز الاثنين. ايه بقى حوار سيستم يوزرز او السيرفيسز يوزرز؟ بص يا سيدي، الاوبريتنج سيستم هو شغال، تخيل سيناريو ده كده طبيعي، انا مشغل سيرفيس وليكن اسمها ويب سيرفر. الويب سيرفر ده انا برنه في الطبيعي او بشغله في الطبيعي بصلاحيات الروت. خلاص لو حصل اتاك على السيرفيس دي، اوتوماتيك اللي هيقدر ياخد البريفليج بتاع السيرفيس دي او اللي هيقدر ياتاك السيرفيس دي هيبقى معاه نفس صلاحيات مين؟ الراجل اللي مشغلها اللي هو في حالتنا ده مين؟ اللي هو الروت. فطبعا دي بالنسبه لك تعتبر كارثه. طب عشان تحل المشكله دي قال لك بص، انا هعمل لكل سيرفيس شغاله عندك دامي يوزر. عارف دامي يوزر يعني ايه؟ دامي يوزر يعني يوزر كده بكل بساطه ملوش اي لازمه في الدنيا. طب هتستخدمه في ايه اليوزر اللي ملوش اي لازمه في الدنيا ده؟ قال لك انا هرن السيرفيس بمين؟ بصلاحياته هو بس. طيب اللي هيحصل دلوقتي اليوزر ده بالمناسبه مش هيكون له اي اكسس على اي ملفات الا ملفات السيرفيس دي. اليوزرز دول مش من حقهم يعملوا لوجن على السيستم، ياخد لوجن شيل ويبدا ينفذ اوامر. خلاص فاعتبر ان هو يوزر ملوش اي صلاحيه في الدنيا غير انه كل فايدته في الحياه ان هو يرن السيرفيس دي فقط، لا اكتر ولا اقل. ماشي. يبقى في الحاله دي لو واحد عمل اتاك على السيرفيس دي والسيرفيس دي بترن بصلاحيات الدامي يوزر ده اللي هو اصلا ملوش اي صلاحيات، خلاص خليه يضرب راسه في الجدار مش هيقدر يعمل معاك اي حاجه. ماشي زي الويب سيرفيس. طيب في حاجه بس لازم اقول لك عليها، ان السكيما دي كده شغاله مظبوطه مع ريل 7 تمام. طيب امال اللي قبل كده بقى ريل 6 وريل 5 وريل 4؟ بص ريل 6 وريل 5 وريل 4 كان اليوزر اي دي صفر، قلت لك دايما للروت مفيش فيه اي تغيير. طب اليوزرز العاديين؟ قال لك اليوزرز العاديين هيكونوا دايما اكبر من او يساوي 500. طب واللي ما بينهم؟ قال لك هم دول بتوع السيستم والسيرفيسز. خلاص معنى كده انه في ريل 7 زود عدد اليوزرز اللي متاحين للسيستم وللسيرفيسز، بدل ما هم كانوا ما بين 0 و500 يعني من 1 ل 499 خلاهم من 1 لحد 999. ماشي كده. ليه الحكايه دي حصلت؟ لان عدد السيرفيسز زاد، فحب بس ايه يدي لنفسه كده وراح للمستقبل. تخيل لو واحد حاطط كميه سيرفيس كتيره جدا على مكنه واحده على سيرفر واحد عشان يريح دماغه، ها يعمل ايه؟ قال لك بص بدل ما احط لك من 1 ل 499 خلاص خليك من 1 لحد 999، وانا شايف ان ده اكبر بكتير جدا 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 من احتياج الناس على الاقل بس كده لل 10 سنين اللي جايين. خلاص مش كل سيرفيس هياخد اي دي، كل سيرفيس هيكون ليها يوزر، اليوزر ده هو اللي له اي دي. خليك فاكر الحكايه ديت، كل سيرفيس هترن بصلاحيات يوزر معين.
ماشي. طيب السؤال بقى، السؤال هو لو انا الاول، بس قبل اي حاجه كمان، هما اليوزرز دول بيتخزنوا فين؟ بص كل المستخدمين اللي موجودين عندك على اللينكس هتلاقيهم موجودين في ملف في اي تي سي اسمه باسورد. وايه حكايه اي تي سي دي؟ هاجي لها النهارده واشرحها ان شاء الله، هاجي لها النهارده واشرحها. فالمستخدمين كلهم بيتخزنوا في الملف ده، ماشي. وايه موضوع سلاش اي تي سي سلاش باسورد ده؟ هاجي لك اشرح لك النهارده الفايل سيستم النهارده ان شاء الله، ماشي. خليك فاكر بس الحكايه دي لحد ما نرجع لك كمان 10 دقائق. طيب توضيح اكتر. حلو، حلو حكايه التوضيح اكتر دي. بص لي كده، بص يا سيدي، تعالى اوريك مثال عليها سريع كده. فين ابسط مثال ليك؟ حلو جدا، حلو قوي المثال ده. بص لي كده، انت عندك دلوقتي يوزر اسمه بوست فيكس. عارف لما تيجي للتراك الثالث، هشرح لك بوست فيكس ده بالتفصيل، ممل. هو ده الميل، ده الميل سيرفر بتاعنا اللي هنشتغل عليه، خلاص. البوست فيكس ده هو الميل سيرفر بتاعنا اللي هنشتغل عليه. تخيل انا بشغل الميل سيرفر دلوقتي بصلاحيات يوزر اسمه روت. حد عمل اتاك، ها، حد عمل اتاك هياخد صلاحيات الروت بالظبط. طب عشان نحل المشكله دي، راح عامل يوزر اسمه بوست فيكس بنفس اسم السيرفيس، تمام، بنفس اسم السيرفيس، وله يوزر اي دي رقمه 89 اهو. بص بقى اليوزر ده، الشل بتاعه من اسمه اصلا، لو انت بصيت عليه كده حتى وانت ما تعرفش حاجه هتعرف ان الشل بتاعه اسمه نو لوجن. يعني الراجل ده مش من حقه يعمل لوجن مبدئيا، خلاص. الراجل ده مش هتلاقي له باسورد اساسا. فمن الاخر بيرنوا بيوزر، اليوزر ده ملوش اي قيمه عندك على السيستم، خلاص. بالظبط كده، بالظبط نفس الفكره بتاعت ايه، انت عندك مبنى، خلاص، انت عندك مبنى. المبنى ده، يا سيدي، في دور وليكن هو الدور الخامس. المبنى هو الدور الخامس. الدور الخامس ده عايز تحدد، لو انت قلت له، قبل اي حاجه ان الدور الخامس ده في وليكن داتا سنتر، وفي مخزن بتاع داتا سنتر، خلاص، وفي ايه كمان، وليكن في الخزنه بتاع الشركه، حلو قوي، في الثلاث حاجات دول، ماشي كده. ده الدور الخامس بتاعك اللي في المبنى انت عايز تامنه. طيب لو انت جيت قلت انا هخلي الدور الخامس ده صاحب الشركه من حقه يدخله لاي مكان فيه، يعني صاحب الشركه من حقه يدخل الداتا سنتر، ومن حقه يدخل للاوضه اللي فيها الخزنه، ومن حقه يدخل للمخزن، خلاص. عادة لو بصيت لأي صاحب شركة في الدنيا أو معظم أصحاب الشركات بتلاقيه أصلا ما بيروحش الشركة دي أساسا، هو جايب كام واحد مشغلهم عنده وهم اللي قايمين له بالشغل أساسا، خلاص. فتخيل، لو الأكسس كارد، بتاع صاحب الشركة ده حد سرقه، إيه اللي هيحصل معاه؟ تخيل كده الأكسس كارد بتاع صاحب الشركة ده اتسرق، هيبقى اللي معاه الاكسس كارد ده من حقه يروح في اي حته في الشركه. تخيل، حجم الكارثه. طيب عشان احل المشكله دي، قال لك بس استنى، عندك بقى انا هعمل اكسس كارد للداتا سنتر، وهعمل اكسس كارد للخزنه او للاوضه بتاع الخزنه، وهعمل اكسس كارد ثالث لمين؟ للمخزن، خلاص. لما تيجي حبيت تخش داتا سنتر، خد الاكسس كارد بتاع داتا سنتر. يبقى في الحاله دي، لو فرضا حد خد الاكسس كارد بتاع داتا سنتر، هيقدر يخش الاوضه اللي فيها الخزنه؟ هيقدر يخش ياخد الفلوس من الخزنه؟ لا، ده هو معاه الكارد بس بتاع مين؟ بتاع داتا سنتر. طب لو حد خد الكارد بتاع المخزن، هيقدر يخش للداتا سنتر؟ لا مش هيقدر، هيقدر يخش بس للخزنه. يبقى انت كده حاولت تليمت الضرر اللي ممكن يحصل لو حد سرق مين؟ كارد، او حد سرق كارت من الكروت دي،
وضحت الفكره؟ نفس الفكره بالظبط، الروت يوزر بتاعك مع unlimited access، ماشي؟ الروت يوزر بتاعك مع unlimited access، لو حد خد الاكسس بتاع اليوزر هيبقى مع unlimited access هو كمان. طب عشان تحل المشكله دي قال لك بس اعمل يوزر، اليوزر ده ملوش اي صلاحيه الا على السيرفيس الفلانيه فقط. وعشان برضو ايه يظبط الدنيا كمان، خلى كل سيرفيس لها يوزر باسمها، او خلى كل سيرفيس لها كارت باسمها. طب كده لو حصلت اتاك على الويب سيرفر، هل ده هيأثر معاك ك FTP سيرفر؟ لا. طب لو حصل اتاك على الميل سيرفر، هل ده هيأثر في الويب سيرفر؟ لا برضو. ماشي، فبيحاول بس يلمت الضرر بقدر الامكان. ماشي. الاي دي بقى لو انت بصيت كده، لو انت يعني في ممكن في التراك الرابع ان شاء الله، او لو خدت حتى معايا تراك السيرفر هاردنينج وجيت، واحنا بنعمل حاجه اسمها الار بي ام باكجينج، بتعمل سكريبتس وانت بتنستول الار بي ام دي، السكريبت دي بتكريت اليوزر دون، يعني مش مجرد بس ان هو بينستول السيرفيس او بينستول الباكجز بتاعتك او الباينريز وبيحطوا الملفات مش عارف في المكان الفلاني والكونفيجريشن في المكان الفلاني، لا ده انا بعمل سكريبت هي اللي بتكريت اليوزر دون. يعني انت كادمن مش هيبقى دورك تكريت اليوزر ده، يعني المرحله بتاع ان انت وانت بتنستول السيرفيس تكريت لها اليوزر بايدك دي انتهت خلاص من سنين، من زمان جدا، يعني يمكن من اكتر من 10 12 سنه خلاص. فوانت بتنستول الباكج اصلا، الباكج هتلاقي معاها سكريبت، السكريبت دي وانت بتنستول هي اوتوماتيك هتكريت اليوزر ده، وهي فاهمه ان اليوزر ده عباره عن سيرفيس يوزر، فهتكريته في الرينج اللي ما بين كام، اللي ما بين 1 و999 لو انت شغال ريل 7، او في الرينج من 1 ل499 لو انت شغال ايه ريل 6 او قبله، يعني 6 او 5 او 4 فما قبل يعني. ها وضحت الفكره دي؟ حد عنده اي حاجه او حد عنده اي سؤال ممكن اوضحه اكتر؟ مفيش مشاكل. طيب ممتاز جدا. طيب يبقى كده اتعاملنا او كده اتكلمنا عن نوع جديد من اليوزرز النهارده خلاص. يبقى كده خليك فاكر دايما وباكد عليها مره واثنين وثلاثه وعشرة، ما تنساش الروت بيكون دايما اليوزر اي دي بتاعه صفر، اليوزر العادي بيكون 1000 او اكتر، السيرفيس يوزر بيكون ما بين كام، ها من 0 ل 999 لو انت شغال ريل 7، او من 0 ل 499 لو انت شغال ريل 6 فما قبل. طيب ممتاز جدا. تعالى كده لو قلت لك فاكر، لو انت فاكر امبارح كمان قلت لك ان لو عايز تجيب اليوزر اي دي بتاع اي يوزر هتقول له كده اي دي، لو قلت له اي دي هيجيب اليوزر اي دي بتاعك انت بس خلاص، انما لو حددت له اي دي كده الخاص بيوزر معين هيجيب الاي دي الخاص باليوزر ده. وبص عندي كده لو قلت له الاي دي بتاع الراجل اللي اسمه مصطفى، بص الاي دي بتاعه كام، ها 1000 اهو، ممتاز، واسمه كذا. طيب انسى الجروب اي دي وانسى الكلام ده دلوقتي، هنجيلها كمان شويه، يا النهارده يا بكره ان شاء الله، بس خلينا نكمل ايه بقيه الكلام بتاعنا. طيب قبل ما هتنقل واروح لاي مكان تاني، تعالى اكلمك ازاي بقى اللينكس بينظم الفايلز والدايركتوريز عندنا. ماشي، قبل ما اكلمك على اي حاجه انا هوريك احنا كويس ان احنا عندنا ويندوز اصلا واحنا شغالين ويندوز، انا هوريك ازاي الويندوز بيورجنايز الفايلز والدايركتوريز عندنا. بص كده انا عندي فايل اكسبلورر، خليني بس اكون مهتم بس بالسي درايف، شايف السي درايف اهو، سي درايف عندي اهو، ده اللي عليه الويندوز. بص كده هتلاقي تحت السي درايف هتلاقي فيه ايه، مجموعه دايركتوريز او مجموعه فايلز، جوه كل دايركتوري ممكن تلاقي دايركتوري ثانيه او فايلز ثانيه، يعني هنا كده شايف. طب تعال نمثل كده الكلام ده، تعال كده نرسم الكلام ده كده في شكل ممكن نفهمه. لو جيت عندي كده هتلاقي ان البارتيشن اللي عليه الويندوز هتلاقيه بيبدا بسي، تحت السي دي هتلاقي فيه مجموعه فايلز ودايركتوريز، زي مثلا كان في فولدر اسمه ويندوز، تحت ويندوز او اسف جنب ويندوز كمان في فولدر كان اسمه يوزرز، لو انت خدت بالك من شويه اهون، جوه يوزرز ده هتلاقي فيه ايه، مجموعه ها دايركتوريز ثانيه
برضو لو فتحت اي دايركتوري هتلاقي كل دايركتوري، وليكن هنا مثلا عندي يوزر اسمه مصطفى، جوه مصطفى هتلاقي مجموعه دايركتوريز ثانيه، صح؟ مش ده كان الشكل بتاع ويندوز؟ ممكن تلاقي كمان معاه فايلز كمان، وليكن فايل واحد، ها، وهكذا. دايركتوري بالمناسبه يعني فولدر، لما اقول لك دايركتوري في اللينكس معناها فولدر في الويندوز، ماشي؟ طيب ده كان الشكل بتاع الويندوز لحد دلوقتي، ما فيش اي حاجه جديده خالص. طيب بالنسبه للينكس بقى، بالنسبه للينكس، اللينكس هرتب الكلام ده ازاي؟ بص، هو قبل ما اقول لك على اي حاجه، السي دي او الدرايف اللي اسمه سي ده موجود في الحقيقه؟ يعني في الحقيقه حاجه اسمها سي؟ لو عندك هارد ديسك كده عمرك هتلاقي حاجه اسمها سي في الحقيقه موجوده؟ لا، ده انت لما بتعمل بارتيشن اوتوماتيك الويندوز بيختار فيرتشوال نيم للدرايف اللي عليه الويندوز وبيسميه سي. يعني حتى لو انت خدت الديسك بتاعك ده وركبته على جهاز تاني، تمام، هتلاقي الاسم اللي اسمه سي ده اتغير، وممكن تلاقيه بقى اسمه مثلا وليكن اي او اف او جي، صح؟ لو حد فيكم جرب ياخد الديسك بتاعه ينقله على جهاز تاني، مش كان دايما بيلاقي السي اللي كان على جهازه ده هتلاقي له درايف ليتر تاني، والدي اللي كان على جهازه هتلاقي بقى ممكن يكون بقى اسمه جي او كي او ال، صح؟ حلو جدا. معنى كده ان السي ده عباره عن فيرتشوال درايف نيم او فيرتشوال بارتيشن نيم، مش موجود في الحقيقه، صح؟ انا لحد دلوقتي ما قلتلكش اي معلومه جديده، انا بس بفكرك. طب اللينكس بقى، بص، الويندوز كان بيختار فيرتشوال درايف نيم او فيرتشوال بارتيشن نيم كان بيسميه سي، اللينكس بيسميه سلاش. يبقى ويندوز كان بيسميه سي، اللينكس بيسميه سلاش. طب سي في ويندوز كنت بتلاقي تحت منها ايه؟ كنت بتلاقي فولدر اسمه يوزرز، وفولدر اسمه ويندوز، وفولدر مش عارف ايه، صح؟ وتحت كل فولدر مجموعه فولدرز تانيين، وتحت كل فولدر برضو مجموعه فولدرز تانيين، وهكذا. طيب اللينكس بقى نفس الفكره بالظبط، مفيش اي اختلاف خالص والله. طيب تعال كده نشوف. بص يا سيدي، اللينكس هتلاقيه برضو مرتب نفس الطريقه، هتلاقي فيه مجموعة فولدرز كده، زي مثلا هتلاقي فولدر اسمه هوم، فولدر اسمه فار، فولدر اسمه اي تي سي، فولدر اسمه ديف، فولدر اسمه تيمب، خلاص، فولدر اسمه يو اس ار، وهكذا. تحت كل فولدر هتلاقي سب فولدرز، تحت كل فولدر هتلاقي برضو سب فولدرز، سب فولدرز طبعا او فايلز، صح كده؟ ماشي؟ ها، تمام؟ ايوه، السلاش بدل السي في ويندوز، ويندوز اسمها سي، في لينكس اسمها سلاش، ماشي؟ طيب كلام جميل. بص كده عندك في ويندوز كان بيرتب الدنيا، يعني مثلا في ويندوز انا لو دخلت السي اهو ده يقابل السلاش في اللينكس، كنت بتلاقي يوزرز، صح؟ يوزرز ده كان عباره عن ايه؟ يوزرز ده كان عباره عن ايه؟ الفولدر اللي فيه الهوم دايركتوري بتاع مين؟ بتاع المستخدمين بتاعك. اهو بالظبط نفس الحكايه، بدل يوزرز في ويندوز هتلاقي اسمه هوم في لينكس، خلاص. هوم ده كنت اسف يوزرز في ويندوز كنت ممكن تلاقي يوزر عندك اسمه مصطفى، يوزر اسمه احمد، نفس الحكايه هنا اسمه هوم هتلاقي فيه يوزر مثلا اسمه مصطفى، ويوزر اسمه علي، وهكذا. كل يوزر هتلاقي له ايه؟ ها، هتلاقي له دايركتوري باسمه، جوه كل دايركتوري او جوه كل هوم دايركتوري بتاع يوزر هتلاقي مثلا عنده ديسكتوب، هتلاقي عنده فولدر تاني اسمه وليكن ام بي 3، فولدر تالت اسمه داونلودز، وهكذا. انت عندك في ويندوز عمرك شفت في ويندوز اكتر من بارتيشن اسمه سي على جهاز واحد؟ عمرك في حياتك؟ هو سؤال مش منطقي برضه، اسال يعني، عايزك تسال سؤال منطقي. عمرك شفت على جهاز واحد في ويندوز اكتر من سي درايف؟ لو لقيت يبقى اكيد سؤالك ده هتلاقي برضه فيه اكتر من سلاش على جهاز واحد في اللينكس، خلاص. حاول دايما تسال سؤال منطقي يعني ينفع حد يرد عليه، ماشي؟ هو سلاش واحد بس اللي موجود، هو سلاش واحد بس اللي موجود،
خلاص. طيب اهو، يبقى بص لسلاش وتحت منه شويه دايركتوريز، تحت كل دايركتوري ممكن تلاقي دايركتوريز ثانيه وفايلز كمان، وتحت كل سب دايركتوري ممكن تلاقي سب دايركتوري منها، وممكن تحت كل سب دايركتوري تلاقي سب دايركتوري برضو منها. خلاص هتلاقي الشكل كده في الاجمال عامل كده بالظبط، عباره عن شجره بتبدا بالسلاش اهو، وتحت منها ها اهو شجره تبدا بالسلاش وتحت منها شويه فروع، ممكن تحت كل فرع تلاقي فرع فرعي، او ممكن تحت الفرع ده تلاقي فرع كمان، ممكن تحت الفرع ده تلاقي فرع تاني اهو، شايف؟ خلاص الشكل ده كده بيسموه الانفيرتد تري، شجره مقلوبه او شجره معكوسه. الشكل الانفيرتد تري ده موجود في ويندوز وموجود في لينكس، الاثنين موجودين. خلاص في ويندوز كان بيبدا بسي، في لينكس بيبدا بسلاش. في ويندوز كنت بتلاقي فولدر وليكن اسمه يوزرز، تحت يوزرز ده هتلاقي مثلا يوزر عندك اسمه مصطفى، ويوزر تاني اسمه علي، تحت مصطفى هتلاقي مثلا فولدر اسمه ديسكتوب، وفولدر مش عارف اسمه داونلودز وهكذا، وتحت مش عارف ديسكتوب ده ممكن تلاقي حاطط عنده مثلا فولدر تاني اسمه وليكن اسمه وورك، وواحد تاني اسمه داتا وهكذا. صح؟ مش ده اللي كان موجود في ويندوز؟ هو زيه بالظبط موجود في لينكس. ها حد عنده اي مشكله في الشكل اللي انا عملته ده؟ حد عنده اي مشكله فاهم الفكره دي؟ خلاص حلو جدا. طيب تعال بقى نمسح الكلام ده بقى، وتعال نتكلم عن لينكس تحديدا ايه اللي موجود، او الفولدرز اللي موجوده دي ليه في فولدرز كتيره قوي في لينكس بالمنظر ده، يعني ليه في ويندوز، في ويندوز لما جيت فتحت كده هتلاقي فيه بتاع 5-6 فولدرات والموضوع انتهى على كده. يعني لو جيت عملت انهايد للكلام ده هتلاقي فيه كلام كتير قوي، او في باي ديفولت هتلاقي ويندوز جاي ويندوز ويوزرز وبروجرام فايلز وبروجرام فايلز x86 لو عندك 64 بت وخلاص على كده. بس شكرا. الحاجات دي كلها ما اللي عاملها بالمناسبه، او انا اللي عامل لها داونلود. اوتو ديسك ده مثلا اتكريت لما سطبت اوتو ديسك، اي ام دي لما سطبت تعريف كارت الشاشه، يعني كل الحاجات دي باي ديفولت اصلا مش موجوده. طيب ليه بقى؟ انت شفت فولدرز كتير قوي كده مع لينكس. تعال نمسح الكلام ده كده وتعال نتكلم على الديفولت بس. بص يا سيدي، اللينكس بيرتب، او اللينكس بيعتبر ان السلاش دي، او بلاش بيعتبر، خلينا في الاول، السلاش دي بيسموها الروت فايل سيستم. بص السلاش دي خليك فاكر هي نقطة وهمية مش موجودة في الحقيقة، بس هي بتريبريزنت بداية الفايل سيستم بس كده، ماشي؟ تحت السلاش دي هتلاقي الاوبريتنج سيستم دايركتوريز، تحتها مباشره هتلاقي الفولدرز والدايركتوريز بتاع الاوبريتنج سيستم اللي لما تعمل انستول الاوبريتنج سيستم بتلاقيها موجوده. طيب تعال اكلمك على كل دايركتوري منهم كده، تعال اكلمك على كل دايركتوري منهم. الهوم دي الدايركتوري دي لازمتها ايه في الحياه؟ قال لك الدايركتوري دي هيتخزن فيها الهوم دايركتوريز بتاعه اليوزرز، كل يوزر هيكون له فولدر خاص بيه باسمه. يعني بمعنى لو انت عندك يوزر اسمه احمد، هتلاقي احمد ده له دايركتوري اسمها احمد موجوده فين؟ في الفولدر اللي اسمه هوم، وهوم ده موجود فين؟ في الفولدر اللي اسمه سلاش. وسلاش ده اصلا موجود في الحقيقه؟ لا، بس لما الفايل سيستم او لما الاوبريتنج سيستم بتاعك بيشتغل بيكريت النقطه الوهميه دي بس كده، لا اكتر ولا اقل، زي اللي بيحصل بالظبط في ويندوز. انت بتشتغل اوتوماتيك بيكريت نقطه وهميه اسمها سي، وبيبدا يشغل الفايل سيستم من الدايركتوريز اللي موجوده في البارتيشن ده بس، لا اكتر ولا اقل. طيب لو كان عندك يوزر تاني اسمه علي، كنت هتلاقي دايركتوري تانيه اسمها علي
خلاص موجوده تحت الدايركتوري اللي اسمها هوم دي. خلاص الدايركتوري اللي اسمها علي دي فيها ملفات مين؟ فيها ملفات الراجل اللي اسمه علي فقط. وضحت؟ طب لو عندك يوزر ثالث اسمه محمد او مصطفى، كنت هتلاقي دايركتوري اسمها مصطفى، الدايركتوري دي فيها ملفات مين؟ فيها ملفات الراجل اللي اسمه مصطفى ده فقط. ها واضحه الحكايه دي؟ واضحه الحكايه دي؟ يبقى لو عندك 40 يوزر كنت هتلاقي لكل يوزر دايركتوري باسمه، الدايركتوري دي فيها ملفات الراجل ده خلاص، والدايركتوري دي هي عباره عن او بيطلقوا عليها اسم الهوم دايركتوري الخاصه باليوزر ده. طيب بالمناسبه اول ما بتعمل لوجن، لو انت عملت لوجن كعلي، ها ملفاتك هتتخزن فين؟ ها في الهوم دايركتوري بتاعتك دي. وضحت؟ طب لو انت عملت لوجن كمصطفى، انت كمصطفى ملفاتك هتتخزن فين؟ هتتخزن في المكان ده، في الدايركتوري اللي اسمها مصطفى اللي موجوده في انهي فولدر؟ في الفولدر اللي اسمه هوم. وضحت؟ تمام كده؟ طيب عندك شويه دايركتوريز ثانيه موجوده، زي مثلا يبقى كده عرفنا اول دايركتوري الاول قبل ما ننقل. اول دايركتوري عندك اسمها هوم، هوم دي هتلاقي فيها ايه؟ الهوم دايركتوريز الخاصه باليوزرز. تمام؟ طيب جميل جدا. هتلاقي عندك مثلا دايركتوري ثانيه مثلا يا سيدي زي اي تي سي. اي تي سي هيتخزن فيها كل الكونفيجريشن الخاصه بالجهاز بتاعك. اديك مثال، كارت الشبكه بتاعك، كارت الشبكه لما بتخلي كارت الشبكه بتاعك، لما تحط اي بي ادرس، لما تحط اي بي ادرس للمكنه بتاعتك، الاي بي ادرس ده هيتخزن فين؟ هيتخزن في ملف، والملف ده هيتخزن فين؟ ها الملف ده هيتخزن في اي تي سي. طيب لما تكريت يوزر، اليوزر ده بيتاد، لما بتكريت يوزر اسمه احمد، اليوزر ده بيتعمل له اد، طب اليوزر ده بيتخزن فين هو كمان؟ او معلومات اليوزر ده بتتخزن فين؟ قال لك بتتخزن في كونفيجريشن فايل، ها في الفولدر اللي اسمه اي تي سي ده. تمام كده؟ طيب حلو جدا. طيب افترضنا ان انت جبت كارت شاشه وعملت كونفيجر لكارت الشاشه دون، وقلت له كارت الشاشه انا عايز الريزولوشن بتاعه كارت الشاشه دون وليكن تكون 1024 في 768، الكونفيجريشن ده هيتحط فين؟ برضه في اي تي سي. يبقى اي تي سي هي عباره عن دايركتوريز، او اسف هي عباره عن دايركتوري واحده خلاص، هيكون كل هدفها في الحياه ان هي تخزن كل الكونفيجريشن الخاص بالسيستم جواها. ماشي؟ طبعا بالمناسبه مش عايز يعني تعالى كده نمسح الحكايه دي، مش عايز افكرك ان من الطبيعي ان انت تلاقي كل سيرفيس ليها كونفيجريشن خاص بيها، او ليها كونفيجريشن فايل خاص بيها، مش كده وبس، ده انت ممكن تلاقي سيرفيس ليها دايركتوري تحت اي تي سي. يعني لو انت مثلا مسطب الويب سيرفر، الويب سيرفر بتاعك اسمه اباتشي، من الطبيعي جدا تلاقي دايركتوري باسمها اباتشي موجوده وفيها مجموعه ملفات خاصه بالكونفيجريشن بتاع الاباتشي. فين يا سيدي؟ ها في اي تي سي دي. ماشي كده؟ ماشي؟ ها يبقى كل سيرفيس عندك او كل حاجه عندك ليها كونفيجريشن هيتخزن فين؟ هيتخزن في اي تي سي، يا اما هيتخزن في فايل على طول بشكل مباشر، يا اما لو سيرفيس كبيره او سيرفيس محترمه هتلاقي ليها دايركتوري باسمها، الدايركتوري دي فيها الكونفيجريشن الخاص بالسيرفيس دي او خاص بال ها بالسيتنج بتاع السيرفيس دي. ماشي؟ طيب عندك مثلا حاجه، تعال نمسح دي بقى خلاص مش عايزينها، خلصناها كده. يبقى كده عرفنا ان الفولدر اللي اسمه اي تي سي كل هدفه في الحياه انه يخزن الكونفيجريشن. طيب هتلاقي عندك فولدر كمان اسمه ديف، وديف ده قبل ما نخش فيه لازم افهمك بس حاجه، تعال اكلمك كده على شويه قواعد في اللينكس خلاص، كل يوم هديك قاعده كده او اتنين. عندك قاعده النهارده، اول قاعده هتاخدها بتقول لك ان everything is a file خلاص. خليك فاكر القاعده دي، ما تنساش دايما القاعده دي. يعني ايه بقى everything is a file؟ بص يا سيدي، اللينكس بيتعامل مع كل حاجه في الدنيا عندك كفايل. ازاي بقى برضو؟ بص اللينكس بيعتبر ان
الشاشه بتاعتك دي عباره عن فايل، الماوس بتاعك عباره عن فايل، خلاص. طيب الديسك بتاعك، عارف الهارد ديسك، اللينكس بيتعامل معاه كانه فايل، البارتيشن اللي جوه الديسك ده اللينكس بيتعامل معاه ان هو فايل، خلاص. طيب دلوقتي الاوبريتنج سيستم بتاعك، خلاص، لو انت فاكر امبارح لما اتكلمنا عن الكيرنل، الكيرنل عايز ياكسس الديسك او عايز ياكسس البارتيشن رقم 3 في الديسك. هياكسسه ازاي؟ قال لك هياكسسه عن طريق فايل. الفايل ده موجود فين يا سيدي؟ في ديف. ديف دي اختصار لديفايسز. ماشي كده؟ ديف دي اختصار لديفايسز، تمام؟ يعني بكل بساطة كل الديفايسز اللي موجودة عندك على السيستم، أي ديفايس موجودة هتبقى ريبريزنتد كفايل. ولما الأوبريتنج سيستم بيحب يأكسسها، بيأكسسها من أي مكان؟ ها؟ من الدايركتوري دي. ها؟ واضحة الحكاية دي؟ عايز تشوف إكزامبلز هوريك دلوقتي، أنا لسه بتكلم بشكل عام، هوريك إكزامبلز حالا على الكلام ده. تمام كده؟ طيب. ممتاز، تعال نمسح الكلام ده. ونفضي مساحه بس عشان المساحه هنا عندنا قليله جدا. طيب ايه تمب ده كمان؟ ايه بقى الفولدر اللي اسمه تمب ده؟ بص يا سيدي، انت عندك في ويندوز، هتلاقي في فولدر شبيه له او في ويندوز اسمه تمب، تي اي ام بي. في اللينكس عندنا هتلاقي اسمه تي ام بي بس. طب تمب ده وظيفته ايه؟ بيتحط فيه بس التمبوراري فايلز اللي موجوده عندك، بيتحط فيه التمبوراري فايلز اللي موجوده عندك. اقول لك على مثال التمبوراري فايلز دي زي ايه. لو حد فيكم مثلا دخل على اليوتيوب وحاول يفتح ملف او يفتح ملف فيديو يتفرج عليه، شاف كده مقطع وليكن فيلم وعمال يتفرج على اليوتيوب على فيلم معين، انت عارف لما تيجي تعمل او لما تيجي تشوف الحاجات اللي موجوده على اليوتيوب ايه اللي بيحصل؟ بيعمل حاجه اسمها ستريمينج، بيبدا ينزل اجزاء من الملف دي يحطها عندك على الديسك، خلاص، وبعد كده يرجع يعمل ستريم من الكاشد او من الكاشد كونتنت بتاع الفايل ده، خلاص. طيب الجزء اللي نزل او الستريم اللي نزل من اليوتيوب ده هيتحط فين؟ هيتحط في الهواء كده مثلا؟ ها؟ لا، بيتحط عندك على الديسك في فولدر، بيتحط بشكل تمبوراري كمان، خلاص، بشكل مؤقت. لو انت شغال ويندوز بيتحط في الدايركتوري دي، لو انت شغال لينكس بتحط في الدايركتوري دي، اسمها تمب. ماشي، خليك فاكر بس ان الحاجات اللي تحت تمب دي بتتحط بشكل مؤقت فقط. فمعنى كده ان انت لو عملت ريبوت ايه اللي هيحصل؟ ها؟ لو عملت ريبوت كل الكلام ده طار، مع السلامه يا معلم، انسى الحكايه دي. ماشي؟ طيب السؤال بس، كان واحد سالولي قبل كده في كورس وكان بيقول لي طب فرضا انا ما عملتش ريبوت للسيرفر بقالي 3 شهور، خلاص، وكل شويه عمال، او انا عندي سيرفر، السيرفر ده مش عارف برن عليه سيرفيس اسمها اكس، وعمل السيرفيس دي كل شويه عماله تسيرف فايلز بشكل تمبوراري معين، طب هل كل الملفات دي هيفضل يتعمل لها كاش؟ طب انا مش محتاج مساحه تمب قد ايه؟ هقول لك بس ثانيه واحده بس. انت انا قلت لك تمب دي بتحط فيها الملفات بشكل مؤقت، صح؟ ولما بتعمل ريبوت بتتمسح. طب لو ما عملتش ريبوت، لا، هتلاقي في عندك كده زي كلين اب سيرفيس. الكلين اب سيرفيس دي اوتوماتيك بتعدي على التمب دون، تشوف ايه اللي بأقدم من فتره معينه، خلاص. بالمناسبه دي كاستمايزابل فاليو، يعني حاجه انت ممكن تحددها كمان، تقول له انا عايزك كل مثلا كل اسبوعين تعدي على تمب دون، على الفولدر اللي اسمه تمب، لو لقيت اي حاجه اقدم من اسبوعين امسحها. ما هي طالما اقدم من اسبوعين يعني ما حدش بيستخدمها بقاله فتره كبيره، تمام كده؟ فما تفتكرش ان لو انت ما عملتش ريستارت للسيرفيس، او اسف، لو ما عملتش ريستارت للسيستم، ها، ايه اللي هيحصل؟ هتفضل الملفات دي موجوده مدى الحياه؟ لا، اوتوماتيك بعد فتره معينه سيستم بيعمل كلين اب لمين؟ لتمب ده. ماشي؟ طيب ما تشغلش بالك، ازاي الكلين اب بيحصل. هو بيحصل بشكل اوتوماتيك. لما نوصل للتراك الثالث ان شاء الله هوريك ازاي تعمل له كلين اب، خلاص. بس خلينا لحد دلوقتي هو اوتوماتيك بتعمل له كلين اب، ما تشغلش بالك هو بيتعمل ازاي لحد ما نوصل لها بس، وايه، وهتشوفها بنفسك، تمام كده؟ طيب يبقى الفولدر اللي اسمه تمب كل هدفه في الحياه ان هو يخزن ايه؟ التمبوراري فايلز دي. طيب ممتاز جدا، تعال نمسحه بقى، خلصنا. طيب في عندك سبيشال فولدر قوي اسمه يو اس ار.
في عندك سبيشال فولدر اسمه يو اس ار، ويو اس ار ده يو اس ار ده اختصار ليوزر. طب ليه اعمل فولدر كده بالاسم ده؟ بص يا سيدي، انت اي اوبريتنج سيستم ايا كان، سواء انت شغال ويندوز لينكس ماك اي حاجه، بيكون في شيرد فايلز بين اليوزرز. تمام؟ زي ايه الشيرد فايلز دي؟ بص ال- ال- الخطوط الفونتس اللي موجوده على السيستم، هل الفونتس دي كل يوزر له الفونتس لوحده، ولا الفونتس دي شيرد بين الناس كلها؟ الفونتس دي في الطبيعي بتكون شيرد بين الناس كلها. يعني لو انت يوزر اسمك احمد عملت لوجن على السيستم، هتلاقي الفوريال اللي هتلاقي الفونت اللي اسمه اريال، والفونت اللي مش عارف اللي اسمه تهومه، والفونت مش عارف اللي اسمه عربس نيو مش عارف ايه، والفونت اللي اسمه مش عارف كورير نيو، والفونت مش عارف اللي انت جايبه اسمه اندلس موجود. ولو انت عملت لوجن بيوزر اسمه وليكن تيست يوزر، هتلاقي برضه نفس الخطوط موجوده. معنى كده ان الخطوط دي شيرد بين اليوزرز ولا لا؟ شيرد بين اليوزرز. اقول لك على حاجه كمان، لو انت عملت لوجن على المكنه، هل الباك جراوندز باي ديفولت، باي ديفولت الباك جراوندز اللي عنده مصطفى هي نفسها اللي عند احمد؟ ايوه، هي نفسها اللي موجوده عند الراجل ده، هتلاقيها موجوده عند الراجل ده. ماشي. طيب مثال كمان ثالث، مثال ثالث، انت عارف الثيم بتاع المكنه، الثيم بتاع المكنه، عارف الثيم اللي هو الايكونز والمينيوز وكل الايكونز والمينيوز والبوتونز وكل الكلام ده، انت عارف ان هي بترب او ريبريزنتد عن طريق شيرد فايلز او فايلز مشتركه بين اليوزرز؟ كل الفايلز دي فايلز مشتركه والله بين اليوزرز كلهم. طيب بما انها مشتركه بين اليوزرز، فراح عامل ايه؟ قال لك بس كل الملفات اللي هتكون شيرد بين اليوزرز، زي مثلا الفونتس بتاعتك، زي الثيمز، زي الباك جراوند. اقول لك على حاجه كمان اللي هي شيرد ما بين اليوزرز، وليكن مثلا الهلب في ويندوز، انت لو يوزر وضغطت اف واحد وانت اسمك مصطفى، هتلاقي الهلب صح؟ طب لو ضغطت اف واحد وانت احمد، نفس الهلب برضه هيطلع لك. خلاص الهلب فايلز مثلا، كل دول هتلاقيهم شيرد بين اليوزرز. خلاص قال لك بس خلاص، انا هعمل فولدر اسمه يو اس ار، هحط فيه هحط فيه ايه؟ الشيرد فايلز بين اليوزرز، او الملفات اللي هتكون مشتركه بين اليوزرز كلهم، الملفات اللي كل اليوزرز هيحتاجوا ياكسسوها مع بعض. ها، وضحت الحكايه دي؟ وضحت؟ ها، حد عايز نعيد اي جزء؟ ها، لو حد عنده اي سؤال يوقفني. طيب ممتاز ممتاز، طالما مفيش حد عنده مشاكل تعال نعدي، امسح الكلام ده. تعال اقول لك كمان على شويه دايركتوريز مهمه جدا وانت شغال. عندك دايركتوريز ثانيه يا سيدي، زي الفار، عندك زي بن، عندك زي اس بن، وتعال نقف عند الثلاثه دول كده. خلاص البن ده اختصار للباينري او الباينريز. عارف لما تيجي تنفذ امر معين، امر مثلا خدناه زي ديت، هو ديت ده موجود فين يا سيدي؟ قال لك ديت ده انا هخزنه في الفولدر اللي اسمه بن ده. طب امر زي كال، فاكر كال اللي احنا خدناه؟ الاوامر دي متخزنه فين؟ هتتخزن في الفولدر ده. ها، وضحت؟ طيب ايه اس بن بقى؟ اس بن ده اختصار للسوبر يوزر بن. انا قلت لك هو مين السوبر يوزر ده؟ السوبر يوزر اللي هو الروت صح؟ تمام، حلو جدا. معنى كده ان وهو بيرتب السيستم كده عمل ايه؟ قال لك بص، كل الاوامر اللي هتبقى اكسسبل لكل اليوزرز حطها هنا، لكن الاوامر اللي هتبقى الادمنستريتيف كوماندز، الاوامر اللي الروت بس او الادمنستريتورز بس يقدروا ياكسسوها، ها، حطها لي هنا بس. وصلت؟ عرفت ليه فصل بين واس بين؟ يبقى فصل بين لان بين دي اي حد في الدنيا هيقدر ينفذ الاوامر اللي موجوده جواها، سواء روت سواء يوزر عادي مش فارقه. طب اس بين؟ قال لك لا،
اللي جوه اس بين ده هي administrative commands فقط، يعني الروت بس او الادمنز بس هم اللي يقدروا ينفذوها. ماشي تمام كده. طيب كلام جميل. حاجة كمان var، تعال نمسح الكلام ده بقى. يبقى كده عرفنا ان الاوامر بتاع الروت او الادمنستريتيف كوماندز بتاع الروت هتبقى في مكان، لكن الاوامر بقيه الاوامر العاديه هتبقى في مكان تاني. طيب كلام جميل. الفولدر بقى اللي اسمه var ده، وتعالوا نقف عند ده شويه كده لان ده مهم جدا بالنسبه لنا نفهمه. بص يا سيدي، انت وانت شغال على السيستم، وانت شغال على السيستم تفتكر ان كل حاجه عندك على السيستم ستاتيك ما بتتغيرش، ولا في حاجات بتتغير كل شويه، او في فايلز وديريكتوريز بتتغيروا كل شويه؟ ها، في حاجات هتبقى ثابته دايما وفي حاجات هتبقى بتتغير، خلاص ده اكيد. طيب الحاجات اللي بتتغير دي دايما، اي حاجه دايما بتتغير هتتحط فين؟ ها، في var. اي حاجه بتتغير هتتحط في var. اديك مثال عليها، اديك مثال عليها. انت عندك سيستم صح، كل مره بتعمل لوجن او تعمل لوج اوت بيتخزن في حاجه اسمها اللوج فايل. اللوج فايل ده ها، طالما بتعمل لوجن بيخزن ان الراجل اللي اسمه مصطفى عمل لوجن يوم كذا الساعه كذا من المكان الفلاني ونفذ الاوامر الفلانيه، وفي يوم كذا الساعه كذا عمل لوج اوت، وفي يوم كذا الساعه كذا حب يعمل لوجن بس اللوجن بتاعه فيلد. خلاص، فكل الحاجات دي طالما كل الكلام ده او اللوجز اللوج فايلز دي بتتغير، فاللوج فايلز دي معناها ان هي هتتخزن فين؟ ها، هتتخزن فين؟ في var. var دي اختصار لفاريبل فايلز، يعني الفايلز اللي هتتغير على طول باستمرار. اديك مثال تاني، انت عندك داتابيز ماي سيكوال، انت عندك داتابيز ماي سيكوال خلاص. تفتكر ان اي في الطبيعي اصلا او في حاجه طبيعيه جدا ان الداتابيز دي كل شويه يحصل تغيير عليها ولا لا؟ طبيعي جدا، كل شويه هتعمل جمل سيلكت وانسرت وابديت وديليت وهتعدل في الداتابيز دي، ده في الطبيعي اساسا، دي حاجه طبيعيه جدا. طب تفتكر ان ملفات الماي سيكوال لما تيجي تتخزن هتتخزن فين؟ تحط فين؟ هتتحط في var ديه. طب اقول لك على حاجه كمان، زي ما الراجل ده كاتب الله يفتح عليك، الميل، الميل الميلز او المكان اللي فيه الميلز بتاع اليوزرز، تفتكر ان الميلز بتاع اليوزرز دي ثابته ولا بتتغير؟ لا طبعا بتتغير، ده الراجل ده يوميا بيستقبل ايميلات ويوميا بيبعت ايميلات، يبقى لما يتخزن الايميلات دي ها المفروض تتخزن فين برضو؟ ها، هتتخزن في الفولدر اللي اسمه var ده. ماشي كده. الكاش اقولها ولا استنى؟ ماشي، خلينا نتكلم على موضوع لا خليها دلوقتي، خليها دلوقتي لما نيجي لتطبيق عملي على سيرفيس معينه، وليكن مثلا زي سكويد لما نيجي ناخد البروكسي وهوريها للناس بعينيها، ما تقبلش نخبطهم دلوقتي. خلينا لحد دلوقتي كده ان الفار دي هي هيكون فيها الفاريبل فايلز اللي هي الملفات اللي بتتغير باستمرار. ماشي كده، طيب ممتاز جدا. طيب في عندك فولدر كمان بقى كده، راح فين يا سيدي؟ تعال نمسح كل الكلام ده. هتلاقي عندك شوية فولدرز كمان موجودين زي روت. ايه ده؟ فولدر اسمه روت؟ اه. والله في حاجة اتغيرت على السيستم دلوقتي؟ يعني انا عندي دلوقتي على السيستم اهو، هل انا غيرت حاجة على السيستم؟ الحاجات اللي بتتغير باستمرار هتتخزن في var. تمام؟ معنى كده ان لو في لوج انتري اتعملت دلوقتي او انا بعت ميل دلوقتي، الميل ده هيتخزن فين؟ انا بعت ميل اهو فرضا، الميل ده هيتخزن فين؟ هيتحط في var. ماشي؟ طيب نرجع تاني كده، في عندك روت هتلاقي في مثلا في بروك، هتلاقي ايه كمان يا سيدي، ماشي. تعال نتكلم على دول الاول كده. ايه الفولدر اللي اسمه روت ده؟ انا قلت لك ان من شويه ان هيكون في عندك فولدر اسمه هوم، والهوم ده هو الهوم دايركتوري بتاع اليوزرز صح؟
صح ولا غلط؟ كل يوزر هيكون له فولدر باسمه، والفولدر ده بيمثل اليوزر ده، هو الهوم دايركتوري بتاع اليوزر ده. ممتاز جدا. طيب ايه بقى الفولدر اللي اسمه روت ده؟ بص انا قلت لك ان الروت يوزر ده سبيشال يوزر قوي، صح؟ الراجل اللي اسمه روت ده كيوزر سبيشال يوزر، لما جه صمم السيستم خلى الهوم دايركتوري بتاع الروت في فولدر اسمه روت برضو. تاني لما جه عمل الروت يوزر ولقى ان الروت يوزر ده صلاحياته، ها صلاحياته ايه؟ صلاحياته عاليه جدا، من حقه يعمل اي حاجه. قال لك بس يا عم ده الراجل ده ممكن يخزن ملفات مهمه جدا، يعني مثلا ممكن يخزن ملف فيه الباسوردز بتاعته، او الباسوردز بتاعت سيرفيس معينه على المكنه، او الباسوردز بتاعت او اسف ملفات مهمه على المكنه. ها خليها ملفات مهمه دلوقتي. طيب معنى كده انه عمل ايه؟ عزل الروت يوزر بشكل كامل عن بقيه مين؟ عن بقيه السيستم. عمل عزل كامل للروت يوزر ده. ليه الحكايه دي؟ لان قلت لك ان الروت يوزر ده هيبقى له unlimited privileges، يعني الراجل ده هيكون معاه ها صلاحيات غير محدوده، يعني الراجل ده من حقه يعمل اي حاجه. فلان الراجل ده هتكون ملفاته مهمه جدا، راح حاطط ملفاته فين؟ ها لوحدها في فولدر لوحده خاص بيه. ها حد عنده اي مشكله كده؟ طيب هتلاقي عندك فولدر تاني يا سيدي اسمه بروك. في الطبيعي لا مفيش اي ادمن تاني غير الروت. هل ممكن تدي صلاحيات ليوزر عادي بعد كده؟ اه ممكن، لكن في الشكل الطبيعي خالص لا، هو الروت بس هو الادمن، وبقيه اليوزرز مش من حقهم يعملوا اي حاجه غير انهم بس يتعاملوا في الهوم دايركتوري بتاعتهم فقط. يعني انت كيوزر عادي مش من حقك تعدل اي ملفات في فار، ولا تعدل اي ملفات في اي تي سي، ولا تعدل اي ملفات في ديف، ولا في اي مكان خالص. انت من حقك بس تتعامل فين؟ في الهوم دايركتوري بتاعتك فقط. يعني هتتعامل لو انت اسمك احمد هتبدا تتعامل في سلاش هوم سلاش احمد. تمام؟ لو الروت سمح لك تاخد صلاحياته مفيش اي مشكله في كده. في فرق بين ان هو يسمح لك تاخد صلاحياته، وفي فرق بين ان انت باي ديفولت معاك صلاحياته. باي ديفولت دي تبقى كارثه، انما هو ممكن يسمح لك. هو ممكن يسمح لك. في الشكل الطبيعي عمرك ما هتلاقي يوزر عادي معاه اليوزر اي دي صفر الا الروت فقط، الا في حاله واحده بس، ان الروت راح رايح معدل اليوزر اي دي بتاع اليوزر ده خلاه صفر. وطبعا عمر ما في روت ادمن محترم او روت ادمن عاقل هيعمل حاجه زي كده. خلاص الكلام ده ممكن واحد يكون عمل اتاك عندك على السيستم وعمل لك دامي يوزر وادى اليوزر اي دي صفر. ايوه طبعا كنت غير اليوزر اي دي. على فكره لما نيجي للمرحله ان احنا نكريت يوزر كمان يومين ان شاء الله، المره اللي بعد الجايه حاجه اقول لك تعالى نكريت يوزر، وانت بتكريت اليوزر هقول لك خلي اليوزر اي دي بتاعته وليكن خليها لي 1005، انا مش عايز اكون 1000، انا عايز اكون 1005. خلاص ما تدخلنيش خالص في حكايه اليوزرز والجروبس دلوقتي، لما نوصل يوزرز والجروبس هشرحها بالتفصيل الممل. خلينا دلوقتي في الفايل سيستم، خلينا نتكلم ازاي الفايلز والدايركتوريز مترتبه عندنا. تمام، ما تدخلش نفسك في حوار احنا في غنى عنه دلوقتي، خلينا نركز على اللي احنا فيه. طيب البروك بقى، ايه موضوع البروك دي بقى يا سيدي؟ ها ايه موضوع البروك دي؟ بص يا حاج، اللينكس عندك قلت لك اهم جزء في الاوبريتنج سيستم هو مين؟ هو الكيرنل. تمام كده، الكيرنل هو شغال بيقعد يلم كده في معلومات على المكنه بتاعتك. المعلومات دي ممكن تكون خاصه بالهاردوير او ممكن تكون خاصه بالسوفت وير نفسه. يعني ايه البرامج اللي شغاله؟ مين اليوزرز اللي شغالين؟ المكنه بتاعتك اسمها ايه؟ المكنه بتاعتك عليها بروسيسور نوع ايه؟ الرامات بتاعتك حجمها قد ايه؟ المستخدم في الرامات قد ايه؟ الفري قد ايه؟ كل معلومات المكنه بتاعتك لازم الكيرنل يكون عارف عنها. لو الكيرنل مش عارف عنها يبقى في حاجه غلط، مش موجوده، في حاجه غلط موجوده، في مصيبه بتحصل. لازم يكون الكيرنل عارف عن كل حاجه بتحصل عندك على المكنه. تمام؟ طيب المعلومات اللي الكيرنل بيقعد يسجلها بقى عن المكنه بتاعتك دي هتتحط فين يا حاج؟ هتتحط في سلاش بروك دي. خلاص؟ طيب
كمثال عليها مثلا هتلاقي في ملف اسمه سي بي يو انفو، وسي بي يو انفو ده هتلاقي فيه كل معلومات البروسيسور بتاعتك اللي الكيرنل يعرفها عن البروسيسور كهاردوير. مش كده وبس، ده انت لو بترن بروسيس، انا قلت لك ان السيستم بتعامل مع المستخدمين عن طريق اليوزر اي دي، عن طريق رقم صح، وليس عن طريق الاسم. الاسم ده ليك انت كهيومن كانسان. نفس الحكايه بالنسبه للابلكيشنز وهي رننج او السيرفيسز، الكيرنل بيتعامل مع السيرفيسز بارقام. كل سيرفيس او كل بروسيس شغاله بتاخد بروسيس اي دي او بتاخد رقم. كل بروسيس او كل ابلكيشن شغال الرقم ده ها بمعلوماته بالكامل اللي الكيرنل يعرفها عنه هيخزنها فين يا سيدي؟ برضه في بروك. بالمناسبه بروك دي في الحقيقه مش موجوده. يعني ايه؟ يعني لو انت عملت ريبوت للمكنه بتاعتك اي حاجه جوه بروك دي طارت، مع السلامه. خلاص، يبقى بروك دي هي عباره عن دايركتوري الكيرنل هيحتفظ فيها بالمعلومات اللي يعرفها عن المكنه بتاعتك، سواء كانت المعلومات دي عباره عن معلومات خاصة بالهاردوير او معلومات خاصة بالسوفت وير اللي شغال على المكنة دي، او البروسيس او اليوزرز او النتورك بارامترز، اي حاجة، اي حاجة خاصة بالمكنة الكيرنل يعرفها عنها هيتخزن معلومة عنها فين؟ في بروك دي. ها واضحة الحكاية دي؟ حد عنده اي مشكلة؟ ها لو حد عنده اي مشكله يوقفني. لا ثانيه واحده، ثانيه واحده، ما تخلطش بين تيمبو وبروك. تعالى كده، تيمب وبروك، تعالى كده لو قارنا بينهم، تيمب دي ده الفايلز اللي الابلكيشنز او الابلكيشنز هتخزنها بشكل مؤقت، انما بروك هي عباره عن ها بيسموه فيرتشوال فايل سيستم. فايل سيستم مش موجود في الحقيقه. مين اللي هيخزن دلوقتي؟ الكيرنل نفسه هيخزنها عن الرننج ابلكيشنز زائد الهاردوير بتاعك كمان. يبقى هنا الفرق بين تيمب وبين بروك ان دي ملفات، بس اللي بيخزن الملفات دي مين؟ هي الابلكيشنز. انما بروك هي عباره برضو عن مجموعه ملفات، خلاص. لكن مين اللي بيخزنها دلوقتي او مين اللي بيتعامل معاها فقط؟ الكيرنل. بالمناسبه بالمناسبه بروك دي ملكاش اي اكسس عليها، من حقك تعمل لها ريد فقط. تمب دي من حقك تعمل لها ريد اند رايت. يعني انا ممكن اخش جوه الفولدر اللي اسمه تمب ده، اضيف ملف جواه، امسح ملف منه، محدش هيقول لي انت بتعمل ايه. انما بروك دي مش من حقك تتعامل معاها الا ريد فقط. مين اللي من حقه بس يعمل ريد ورايت فيها؟ الحاج ده، الكيرنل بس. تمام كده؟ لما نيجي للتراك اواخر التراك الثاني ان شاء الله هعلمك ازاي برضو ازاي ترايت فيها. طبعا ده مش ريكومندد، بس هوريك ازاي ترايت فيها باي فورس، بالعافيه يعني، بص بكسر الدراع كده. انت روت، ما زلت في الاول والاخر انت روت. فلما تكون روت انا قلت لك معاك انليميتد بريفليجز، يعني انت من حقك تعمل اللي انت عايزه. خليك كده في الحاله الطبيعيه، مش من حقك تعمل اي حاجة الا ريد بس عليها. ايوه، لو انت روت من حقك تعدل اي حاجة في السيستم. لو انت روت من حقك تعدل اي حاجة في السيستم. خلاص؟ ايوه طبعا، حتى الكيرنل. بالمناسبة الكيرنل بتاعك بيتعمل له روت فقط وانت بتبوت المكنة. يعني بعد ما انت عملت بوت للمكنة ممكن تمسح الكيرنل ده اساسا. انا قلت لك الروت يوزر زي ما هو من حق، او اسف مش زي، الروت فعلا من حق، من فعلا من حقه يعمل اي حاجه على المكنه دي. الروت يوزر من حقه يعمل اي حاجه على المكنه دي، ماشي. ها حد عنده اي مشكله؟ تمام.
تعالى كده في عجالة بقى، تعالى كده في عجالة نضم اللي احنا قلنا ده كله مرة تانية، نجمع بقى كل اللي احنا قلنا دون. تاني انا قلت لك ان الفايل سيستم بتاعنا بتاع اللينكس، تعال حط كده مقارنة في ويندوز كان بيبدأ بايه؟ كان بيبدأ بسي، تمام؟ سي كنت بتلاقي تحت منها ويندوز، تحت ويندوز ده كنت بتلاقي ايه؟ مجموعة فايلز ودايركتوريز، وايه كمان؟ كنت بتلاقي مثلا زي يوزرز، وكنت بتلاقي كمان تحت يوزرز دي ممكن تلاقي مجموعة مستخدمين موجودين، كنت بتلاقي كمان بروجرام فايلز وهكذا. في لينكس كنت بتلاقي مين يا عم؟ ها السلاش، تحت السلاش دي كنت بتلاقي مجموعة دايركتوريز مثلا زي روت، وقلنا روت ده هو ايه؟ الهوم دايركتوري بتاع الروت يوزر، زي مين كمان؟ زي هوم، وهوم دي هي ايه؟ الهوم دايركتوري بتاع اليوزرز العاديين. ممكن تلاقي تحت هوم دي دايركتوري خاصة باليوزر اللي اسمه احمد، والراجل اللي اسمه علي، والراجل اللي اسمه مصطفى. في كمان عندك اي تي سي، واي تي سي فايدتها ايه؟ هتخزن السيتنجز بتاعتك بتاع الاوبريتنج سيستم او الكونفيجريشن فايلز. بلاش كلمه سيتنجز دي، سيتنجز دي في ويندوز، خليها في لينكس عندنا اسمها كونفيجريشن فايل، تمام؟ هتلاقي عندك حاجه زي فار، وفار دي فيها ايه؟ قلنا الملفات اللي تتغير باستمرار. طيب ايه كمان؟ هتلاقي عندك مثلا زي ديف، هتلاقي عندك كمان قلنا ديف دي فيها الديفايس فايلز، وقلت لك ان في عندك قاعده بتقول ان everything is a file، تمام؟ وقلت لك ان اللينكس بيتعامل مع كل حاجه عندك كفايل، زي مثلا الديسك بتاعك، الديسك ده عباره عن فايل، الرام اللي موجوده على الجهاز، الرام دي هي عباره او ممكن تعمل لها ريبريزنت بفايل، خلاص؟ ايه تاني؟ كارت الشاشه هتعمل له ريبريزنت بفايل، مش كده وبس. فاكر امبارح لما كلمتك عن التي تي واي؟ التي تي واي نفسها ريبريزنتد باي فايل، تخيل؟ ماشي كده؟ طيب كلام جميل. عندك مثلا يا سيدي زي تمب، وتمب دي فيها التمبوراري فايلز، عندك مثلا كمان زي بروك، قلت لك بروك دي او بروسيز دي الايه؟ المعلومات اللي الكيرنل يعرفها عن ها الهاردوير بتاعك، وعن الرننج بروسيس او الرننج ابلكيشنز. مين كمان؟ ها بن، وقلنا بن دي فيها الباينريز اللي اي حد ممكن يستخدمها، في عندك كمان اس بن، وفيها السوبر يوزر بن. ايه كمان يا سيدي؟ ها بالمناسبه في عندك حاجتين كمان ما قلناهمش او نسينا نقولهم، في عندك حاجه اسمها اوبت، وفي عندك حاجه اسمها اس ار في، خلاص؟ وتعالى نتكلم عن دول كده. ايه اوبت وايه اس ار في دول؟ بص يا سيدي، اوبت دي لو جيت فتحتها كده هتلاقيها فولدر فاضي، دايركتوري فاضيه، ما فيش فيها اي حاجه خالص، دايركتوري فاضيه ما فيش فيها اي حاجه خالص اطلاقا. امال لو حطيتها ليه او تستخدم في ايه؟ بص بكل بساطه، بعض الفيندورز لما بتاخد منهم سوفت وير معين بيطلب منك تعمل انستول له. لما بيجي يعمل انستول بيحب يفصل نفسه عن بقيه الفايلز والدايركتوريز بتاع الفايل سيستم. ليه؟ عشان لما تيجي تعمل له ان انستول يبقى الموضوع سهل وبسيط. اديك مثال عليهم، لو انت جبت لحد فيكم جرب يعمل انستول لاوراكل، اوراكل دايما 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 بتحاول تعمل انستول في الفولدر اللي اسمه اوبت، خلاص؟ بتروح عامله الفولدر كده باسمها اسمه اوراكل وتعمل انستول في اوبت، ماشي؟ طيب الفايده في كده ايه؟ ولا اي حاجه، يعني مفيش اي فرق، ممكن تحطها في اي مكان يعجبك بالمناسبه، خلاص؟ بس الفايده في كده ايه؟ ان انت هتحط كل حاجه خاصه بالاوراكل في المكان ده. عارف لو جيت حبيت تعمل ان انستول الاوراكل كله، شيل بس الدايركتوري بتاعته من المكان ده وخلاص، شكرا، الموضوع انتهى على كده، متشكرين قوي يا سيدي، لا اكتر ولا اقل، خلاص. بالمناسبه الفيندرز المحترمين بس هو اللي هيحاول يعمل كده، او الفيندرز اللي بتلاقي اقول لك ايه، السيرفيس بتاعتهم كبيره قوي هم اللي بيعملوا كده، خلاص. برضو ده هيفيدك في ايكا سيستم ادمن. تخيل انت عندك اوراكل، والاوراكل دي بتعمل لها انستول في مساحه 6 جيجا، وانت عايز تعمل لها ان انستول، وحط لك كل ملف في حته، الان انستولر بتاع اوراكل ده بقى كوربتد،
تخيل انت بقى حجم المأساة اللي انت هتكون فيها عشان تعمل لها ان انستول. تخيل حجم المأساة، هتقعد تمسح 6 جيجا الملفات دي فايل باي فايل، واحد واحد كده، تمام؟ لكن لما يكونوا كلهم فولدر واحد، ها امسح الفولدر ده وخلاص، شكرا مع السلامة، متشكرين جدا، مش عايزين منك حاجة اكتر من كده. لو حد فيكم جرب مثلا وجاب بلاش اوراكل يا سيدي، لو حد فيكم جاب اي بي ام دي بي 2، دي بي 2 برضه لما تيجي تنستول بتحاول تنستول نفسها فين؟ في فولدر خاص بيها في سلاش اوبت. طيب لو حد فيكم مثلا جاب سبلانك، مش عارف سمعتوا عن سبلانك ولا لا، ده عباره عن لوج مانجمنت سوليوشن او انتربرايز لوج مانجمنت سوليوشن، برضه سبلانك بيحاول ينستول لفولدر اسمه سبلانك جوه اوبت، تمام كده؟ طيب كلام جميل. يبقى باي ديفولت اوبت هتلاقيها فاضيه، مش هتلاقي جواها اي حاجه خالص خالص، لحد ما تيجي تنستول بعض الابلكيشنز من الفندرز المحترمين، هتلاقيهم بيقول لك ايه، والنبي عم اعمل لي انستول في مكان معين عشان بس لما تيجي تعمل ان انستول تبقى الدنيا سهله عليك، بس لا اكتر ولا اقل، ماشي كده؟ طيب اس ار في هتلاقيه حاطته لك كده زي اوبت بالظبط، فاضي ما فيش فيه اي حاجه خالص، هتلاقيه كده فري امتي، مش هتلاقي اي حاجه في اس ار في ده. امال هو حاطه ليه؟ هو حاطه لك بس كده يعني لو حبيت تانستول سيرفيس في المستقبل وحبيت تحط ملفاتها هتحطها فين؟ في اس ار في دي، فهو عامل لك بس كده وسايبه للمستقبل فقط، لا اكتر ولا اقل، بس كده. اديك مثال عليها، لو انت جيت سطبت الاباتشي، لما نوصل للاباتشي مع الفيرتشوال هوستنج في التراك رقم 3، لما اجي اعمل فيرتشوال هوستنج هرن اكتر من ويب سايت على اباتشي او على سيرفر واحد، خلاص كل ويب سايت هيكون له ملفاته الخاصه بيه، تمام؟ كل ويب سايت هتعمل له فولدر باسمه جوه اس ار في وحط الملفات بتاعته الخاصه بيها، يبقى كده هتخلي الاباتشي يقرا ملفات منين؟ من اس ار في، فباي ديفولت هو هتحط لك كده فاضي مش جوه اي حاجه، هتستخدمه بس لما تحاول ايه، ها لما تحاول ترن سيرفيس معينه وعايز تخلي السيرفيس دي تسيرف الملفات او تسيرف ملفات من مكان تاني غير المكان الاصلي بتاعها، ماشي؟ طيب هتلاقي عندك كمان يا سيدي، تعال نمسح الكلام ده بقى، نفضي بس مساحه. في بقى 2 دايركتوريز كمان موجودين عندنا زي ماونت وزي ام ان تي. ايه ماونت دي؟ بلاش ماونت دي لان هتلاقيها مش على الناس كلها، خليها ميديا، ماشي كده؟ طيب ايه حوار ميديا وام ان تي ده؟ بص يا سيدي، انت عندك في لينكس، اسف، عندك في ويندوز لو حطيت فلاشه في الجهاز، ايه اللي بيحصل للجهاز؟ اول ما تحط فلاشه اوتوماتيك هيتعمل لها ديفايس باسمها، اسف، هيتعمل لها بارتيشن او هيتعمل لها اساين درايف ليتر باسمها، تمام؟ وهتبقى اكسسبل، تضغط دبل كليك عليها اوتوماتيك تفتح معاك، ده اللي هيحصل معاك لو انت موجود في ويندوز، تمام؟ طيب لو انت في لينكس بقى، لو عندك باي ديفولت جرافيكال يوزر انترفيس وحطيت فلاشه في الجهاز، عارف اصلا لما بتعمل لها درايف ليتر باسمها، يعني انت عارف اصلا الميكانيزم لما انت تحط كده فلاشه في الجهاز في ويندوز واوتوماتيك يتعمل لها درايف ليتر باسمها عشان تقدر تاكسسها، العمليه دي اسمها ايه؟ العمليه دي كده اسمها ماونتنج، العمليه دي اسمها ماونتنج، خلاص؟ طيب في اللينكس بقى لما بتعمل ماونتنج لديفايس زي فلاشه مثلا وعايز تاكسسها، بتاكسسها منين؟ من سلاش ميديا دي، خلاص؟ يبقى لو انت جبت فلاشه وحطيتها في الجهاز عندك في اللينكس وعايز تاكسس الفلاشه دي، الفلاشه دي اوتوماتيك هتظهر فين؟ هتظهر في المكان ده، ماشي كده؟ ها طيب اي ام ان تي ده بقى، بص ايام زمان، ايام الفلوبي ديسك من 10 سنين كده مثلا، ولا من 15 سنه ولا حاجه، لما كان حد بيأتاتش فلوبي ويحطه في الجهاز وعايز ياكسسه كان بيستخدم ام ان تي ده عشان ياكسس مين؟ الفلوبي ده، ولسه موجود لحد النهارده زي ما هو، لحد دلوقتي لسه ما اتشالش. فالفوردر ده هتلاقي ام ان تي وميديا الاثنين باي ديفولت كده هتلاقيهم فاضيين، مفيش فيهم اي حاجه خالص، ماشي؟
يبقى ام ان تي هتستخدمه عشان تاكسس الفلوبي، وميديا عشان تاكسس بكل بساطه، اعتبر ان ميديا دي موجوده عشان تاكسس الريموفابل ميديا. ريموفابل ميديا يا سيدي اديك مثال عليها، زي يو اس بي فلاش درايف، زي بورتابل هارد ديسك، تمام كده؟ ها حد عنده مشكلة؟ لو حد عنده أي مشكلة يوقفني. أه ممكن الأسطوانات كمان، ما هي الأسطوانات تعتبر ريموفابل ميديا. هي مش الأسطوانة دي مش ريموفابل ميديا برضو ولا إيه؟ صح؟ صح ولا غلط؟ الأسطوانة هي عبارة عن ريموفابل ميديا. طيب كلام جميل. آخر واحدة بقى عشان ننهي الموضوع ده خالص، اخر واحده خالص من الموضوع ده، اللي هي مين يا سيدي؟ تعال نمسح الكلام ده. بوت. بص يا سيدي، الـ انا قلت لك ان اهم جزء عندك في الاوبريتنج سيستم كله هو مين؟ هو الكيرنل، صح؟ تمام. فالفولدر اللي اسمه بوت ده هيحط فيه مين؟ هيحط فيه حاجه اسمها الكيرنل، وهيحط حاجه كمان اسمها البوت لودر. وهاجل البوت لودر ده هشرحه بالتفصيل الممل في التراك الثاني. خلاص. البوت لودر ده عباره عن سوفت وير هو اللي هيسمح لك ان انت تعمل ايه، ها، ان انت تلود الاوبريتنج سيستم بكل بساطه، او انت تلود الكيرنل، تمام كده؟ تمام. يبقى ملفات البوت، او اسف، الملفات اللي انت محتاجها للبوت زي الكيرنل وزي البوت لودر هتتحط فين؟ في الفولدر اللي اسمه بوت. ها وضحت؟ وضحت الحكايه دي؟ حد عنده اي سؤال في اللي انا قلته؟ ها اكيد. ممتاز جدا، ممتاز ممتاز. طيب تعالى كده هوريك على الفايل سيستم بسرعه كده، لحد ما ايه، لحد ما نيجي للموضوع بشكل عملي. بص لي كده، لو قلت له كده ls سلاش، مين الروت فايل سيستم بتاعك؟ السلاش. بالمناسبه قبل ما اوريك اي حاجه، خليك فاكر احنا بقى دلوقتي عندنا في 3 روت قلت عليهم. انا دلوقتي بقى في عندي 3 روت قلت عليهم. اول روت اللي هو الروت يوزر، خلاص، وقلت لك ده اليوزر اي دي بتاعه بصفر. طيب تاني روت، ها، السلاش اللي هو الروت فايل سيستم، اللي هو قلت لك الفيرتشوال بوينت اللي موجوده في السيستم، اللي هي بتمثل لك ها بدايه الفايل سيستم، تمام كده؟ مين تاني؟ ها الهوم دايركتوري بتاع الروت نفسه، اللي هو الفولدر اللي اسمه روت اللي موجود تحت السلاش. ها ما تخلطش من التلاتة، خليك فاكر كده. بقى عندك 3 روت، الاولاني اللي هو اليوزر نفسه، التاني اللي هو بداية الفايل سيستم اللي قلت لك اللي هو فيرتشوال بوينت، اللي هو يو اقول لك ايه، المماثل لمين؟ للسي في الويندوز. التالت اللي هو الروت، او اسف سلاش روت، اللي هو الهوم دايركتوري بتاع الروت يوزر. ها ماشي كده. طيب تعالى كده اوريك كده الاس سلاش. بص كده تحت السلاش على طول هتلاقي مجموعه فايلز ودايركتوريز، زي مثلا بن. ها وقلت لك بن دي فيها الباينريز، بوت فيها ملفات الفايلز، او اسف البوت لودر، ومين كمان؟ والكيرنل. خلاص. ديف فيها الديفايس فايلز، اي دي سي فيها الكونفيجريشن فايلز، هوم قلت لك هوم دي فيها ايه؟ ها الهوم دايركتوري بتاع اليوزرز، او الهوم الهوم دايركتوريز بتاع اليوزرز. ميديا وام ان تي قلت لك بتستخدمهم عشان تعمل ماونت او تاكسس الديفايسز، خلاص، زي الفلوبي بتاكسسه مثلا من ام ان تي، الريموفبل ديفايس زي اليو اس بي وزي الديسك كنت بتاكسسه منين؟ من ميديا.
عندك اوبت مثلا قلت لك دي هتلاقيها باي ديفولت، هتلاقيها فاضيه كده مش فيها حاجه، ودي هتستخدمها عشان تانستول بعض السوفت وير فيها. بروك اللي فيها ها الملفات الخاصه بالكيرنل، بيحتفظ فيها بالمعلومات اللي يعرفها عن المكنه بتاعتك سواء هاردوير او رانينج ابلكيشنز. روت قلت لك دي الهوم دايركتوري بتاع مين؟ بتاع الروت. في اس بن قلت لك فيها ايه؟ سوبر يوزر بن. في عندك حاجه اسمها اس ار في كمان خلاص، او سيرفر اللي هتحط فيها ملفات لما هتحتاج ترن سيرفيس معينه عشان تسيرف ملفات ها بمساحه باحجام كبيره يعني. واديتك مثال عليها الاباتشي. تمب قلت لك فيها التمبراري فايلز. يو اس ار هتكون فيها الشيرد فايلز بين اليوزرز. فار هتكون فيها الفاريبل فايلز. في كام حاجه كده انا عديتها من غير ما اتكلم عليها زي لب لايبراريز. ايه لايبراريز دي؟ بص يا سيدي، انت عشان الابلكيشنز تشتغل، عشان الابلكيشنز تشتغل بيحصل حاجه اسمها او بيحصل حاجه اسمها كولز خلاص. يعني عندك ابلكيشن محتاج وليكن محتاج لايبراري اسمها ليبسي، محتاج اللايبراري دي عشان ياكسس الفايل سيستم خلاص كده. فتخيل لو انت عندك 100 ابلكيشن، لو انت عندك 100 ابلكيشن كلهم محتاجين الليبسي عشان ياكسسوا الفايل سيستم عشان يعمل عمليه معينه. واحد بيعمل ريد للفايل سيستم، واحد بيعمل رايت للفايل سيستم، واحد بيعمل وليكن اديت الملفات، واحد بيعمل فيو الملفات، بس كلهم محتاجين الليبسي دي خلاص. تخيل ايه الاحسن؟ ان انا ااد للكود بتاع الابلكيشن فانكشن تضيف له ان هو يقدر ياكسس الفايل سيستم، ولا اعمل لايبراري وبعد كده انادي على اللايبراري دي من كل ابلكيشن واريح دماغي؟ الاسهل بالنسبه له ان هو يعمل لايبراري واحده بس تاكسس الفايل سيستم، وبعد كده لما يحب ياكسس الفايل سيستم يكتب الابلكيشن بتاعه وينده بس على اللايبراري دي، يقول لها لايبراري انا عايز اكسس الفايل سيستم، هي تخليه ياكسس الفايل سيستم. يبقى بدل ما اكتب الكود 100 مره كتب الكود مره واحده بس خلاص. طيب بالمناسبه اللايبراريز دي، اللايبراريز دي انا قلت لك او لسه ما جيتش للموضوع دوت، في عندنا نوعين من الاوبريتنج سيستم، في واحد اسمه اكس 86 اللي هو 32 بت، وفي واحد تاني اسمه 64 بت تمام كده. هاجي وهشرح الفرق بينهم ان شاء الله كمان كام يوم، هشرح الفرق بينهم بالتفصيل كمان كام يوم تمام كده. بس ما علينا، المهم لو انت شغال 32 بت فايل سيستم، لو انت شغال 32 بت فايل سيستم هتلاقي ايه؟ لب دي بس هي اللي موجوده. لو انت شغال 64 بت فايل سيستم هتلاقي لب موجوده ولب 64 موجوده. بالمناسبه الاوبريتنج سيستمز ال 64 بت ممكن تشغل 32 بت معاها، يعني ال 64 يقدر يشغل ال 32 لكن ال 32 ما يقدرش يشغل ال 64. عشان كده لو عندك اوبريتنج سيستم 64 بت هتلاقي الاثنين موجودين، لكن لو عندك 32 بت هتلاقي دي بس اللي موجوده. ها ماشي كده. هتلاقي عندك حاجات تانية مثلا زي سيس. ايه اللي في سيس دي كده؟ لو جيت اوريك كده ال اس سيس، سيس دي يا سيدي الكيرنل برضه هيستخدمها عشان يخزن بعض المعلومات عن الجهاز بتاعك تمام. وان شاء الله ان شاء الله في التراك، ممكن في اخر التراك الثاني او اول التراك الثالث هديك اكزامبلز على سيس وبروك وهنبدا نلعب فيهم من جوه. ماشي ماشي كده تمام. فانت ممكن بس مؤقتا عشان بس ما عملكش كونفيوجن كده اعتبر ان سيس وبروك الكيرنل بيستخدمهم عشان يخزن معلومات الهاردوير والسوفت وير اللي موجود عندك، بس سيس هتبقى متعلقه بالهاردوير اكتر. يعني سيس هيبقى فيها معلومات خاصه بالهاردوير بشكل اكسكلوسيف، انما بروك هتلاقي فيها معلومات خاصه بالهاردوير وبالسوفت وير كمان ماشي، او بالرننج ابلكيشنز كمان. ها حد عنده اي مشكله؟ اكيد مفيش حد عنده اي مشكله. ممتاز، احنا كده خلصنا الجزء النظري، هناخد بريك وبعد البريك نبدا نشتغل في مين؟ ها في الجزء العملي ان شاء الله تمام ماشي. ممتاز جدا.